اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين كلامنا مع كابتن طارق خيري عبر الهاتف. كابتن طارق. كابتن هيثم. بقول لك احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن يعني استعدادك، ويمكن توقيت البطولات مهم جدا، لان احنا اللي نعرفه انه بطوله القاهره 2009 هل هتتلعب كامله ولا جزء منها، يعني هتلعب نهائيات ولا هيكون في تصفيات ونهائيات يتم ارجائها، و15 دوري السوبر هل هيستمر؟ يعني ادينا اوقات او الاجنده بتاعتك السنه دي شكلها يا كابتن طارق. احنا عندنا 20/9 بدايه دوري المنطقه مجموعه، الفاينل هيتلعب في وقت تاني، في وقت ما تحددش لسه. 5/10 بدايه دوري المرتبط عباره عن دوره مجمعه في اراضي محايده. لحد 14/9 14/10، وبالتالي بقى دور ال 16 دور الثمانيه لحد الفاينل يتخللوا مباراه السوبر اللي مع الجزيره، وبعدين بطوله افريقيا. وانا انا 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 التارجت يعني فتره الاعداد بالاحمال بتاعتها بقننها على نهائي دوري المرتبط، وفي نفس الوقت عيني على افريقيا. يعني هو احنا شغالين كده مع كابتن محمد علي في البدني اللي معانا في الجزئيه دي، اللي انا التارجت عندي ان انا لعيبتي ما تبقاش معفوره حمل عالي على نهائيات الدوري المرتبط، وفي نفس الوقت عايز ابقى فورمه قبل بطوله افريقيا. صحيح، كلام مظبوط. دايما الحسبه كده زي ما كنا في الولاد، كنا هنلعب بطوله افريقيا ومن بعدها بيومين هنلعب دوري فاينل دوري المرتبط، ست ماتشات تقيل قوي. فكانت عينك بتحاول على قد ما تقدر توزع الاحمال على الناس كلها لو الجيمات يعني ماشيه. طب يا كابتن انت افريقيا متحدد لها ميعاد ولا هي في شهر كذا وخلاص؟ يعني في شهر كام هي؟ النهائيات ان شاء الله احنا بنسبه كبيره لسه في التفاصيل الميدانيه، بنسبه كبيره احنا هننظمها يا مسهل. فمش هنلعب تصفيات، فهتبقى من 7/12 ل 16. تمام. ده في ديسمبر. دي التصفيات، التصفيات هتبقى في القاهره برضو عندنا ان شاء الله. النهائيات على طول. احنا لو استضفناها النهائيات على طول. النهائيات على طول. تمام، وان شاء الله يعني يا رب نوفق في استضافتها. ان شاء الله. وهي لو في استضافه هتبقى على صاله الامير عبد الله الفيصل. ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن طارق خليني بس اعرف حاجه، يعني دلوقتي يعني انتوا بتتمرنوا فين؟ انتوا بتتمرنوا في صاله الشهداء. بنتمرن في صاله الشهداء ست سبع يعني بنمرن ثلاث ايام يوم راحه، اربع ايام يوم راحه. ولانه فريق الرجال بيتمرن في الجامعه الامريكيه، لانه الصاله ارضيتها بتعمل لها صيانه. اه بالظبط كده، بتتجدد الارضيه بتاعتها فبتعمل لها صيانه. احنا انت زي ما انت تابعتنا السنه اللي فاتت، انا عندي شق فردي ان انا بصلح لكل لعيب، وشق جماعي بنصلح، لان انا قلت لك ان انا بنشتغل على العيوب. صحيح. يعني بنحاول نحافظ على المميزات والعيوب وباسلوبنا دايما الديفنس، من ال 1 ان 1 لل 5 ان 5، من ال 2 مانز ليج. يعني دايما احنا برنامج محطوط ان احنا نوصل لاهم مرحله، على الاقل اللعيبه كلها بقطاع الناشئين فاهمه سيستم واحد، ما على الاقل بتقلل الاخطاء. انت في الباسكت ما بتمنعش باسكت بنسبه 100%، بس اخطائك تبقى قليله. قليله عشان تكسب. صح بالظبط، صاحب الاخطاء القليله هو اللي بيكسب. طب كابتن المحترفه انضمت للتمرين معانا ولا لسه؟ لا لحد دلوقتي لسه، هي احتمال كبير ان شاء الله توصل 15 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وان شاء الله متفائلين يا كابتن طارق، ودايما يعني نبره صوتك اللي بيبقى فيها ايجابيه دي بتبقى مريحانا بصراحه، لان انت ما بتقبلش ابدا باللون الرمادي، انت راجل بتاع شغل. انا متفائل دائما، وده يعني وانا والله بفضل الله حتى لو حصل عدم توفيق، انا عمري ما وصلت لفرقتي ولا لجهازي ولا ليا انا شخصيا ان انا رايح العب ماتش جامد اكتر. صحيح. دي بفضل الله، يعني ده توفيق كبير من ربنا، او طبيعي شخصيتي كده. وانا ليه لو انا متعصب او خايف من الماتش ما هيعود على الاولاد. صحيح يا كابتن. وبالتالي هيبقى هم نفسهم قلقانين، يعني احنا بنديهم اهتمام لكل الماتشات زي بعض، الماتش اللي انت المفروض هتكسبه ايزي مع اجمد ماتش، والماتشات كلها شبه بعض بنفس التون. اداه ودود يا كابتن طارق، اداه ودود وكلنا ثقه فيك. كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات وزميلي الملاعب، بشكرك شكرا جزيلا.